وللمزيد من التطورات والنقاش حول هذا الموضوع معنا عبر سكايب من الكويت الكاتب السياسي الفلسطيني الأستاذ علي بغدادي. مرحبا بك معنا. حياكم الله، أهلا وسهلا فيك. أستاذ علي، بالنظر إلى مجريات الأحداث، تستمر الإبادة الجماعية في قطاع غزة يوما بعد آخر دون توقف، هناك فشل في المفاوضات لأن إسرائيل لا تريد إيقاف هذه الإبادة، وليس ثمة ضغط أمريكي أو إقليمي أو عالمي عليها من أجل لجم عدوانها وبالتالي الذهاب باتجاه صفقة ما أو اتفاق ما. كيف تقيمون الأمور في ضوء الجودة الأخيرة من المفاوضات إن جاز التعبير؟ تحياتي لك أخي الكريم ولجميع المشاهدين الكرام. طبعا نحن الآن على مقربة من مرور عام على بدء طوفان الأقصى، ولا يزال المسار يعني في تصعيد، ولا يزال الشعب صامت، وكل التحية لشعبنا الصامت حتى هذه اللحظة في غزة. كما أسلفت أخي الكريم، المفاوضات واضح أنها متوقفة رغم الأجواء الإيجابية التي حاولت الإدارة الأمريكية أن تشيعها في الإعلام وفي الأوساط السياسية، وذلك سعيا من الإدارة الأمريكية الحالية لتبريد المنطقة. ولكن واقع الأمر وكما ظهر في بيان حركة حماس بأن المفاوضات متوقفة، وسخرية القدر أو يعني المسخرة في الموضوع أن رئيس أكبر دولة في العالم وهو بايدن يلقي خطابا وترحب به حركة حماس، وبعد ذلك مجلس الأمن الدولي يصدر قرارا بالإجماع وأيضا ترحب به حركة حماس، ثم الجانب الإسرائيلي يرفض كل ذلك، ونرى الإدارة الأمريكية منحازة بشكل فج حتى منقلبة على المبادئ التي ذكرها الرئيس الأمريكي في خطابه. يعني يبدو أن الأمريكان هم إسرائيليون أكثر من الإسرائيليين أنفسهم، وغير قادرين على ممارسة ضغوط حقيقية على نتنياهو لدفعه لوقف إطلاق النار، وبالتالي فالمسار الآن مسار التفاوض متوقف. حاولوا الضغط بشتى الطرق عن طريق التصعيد في غزة من أجل دفع المفاوض الفلسطيني للتراجع تحت هذه الضغوط، ولكن المفاوض الفلسطيني كان صامدا وثابتا ويعني متكئا في ذلك على صمود شعبه وعلى مقاومته الباسلة. في هذه الظروف نتوقع أن المسار يعني يبدو أنه سيستمر في هذه الوتيرة الحالية، ويحتاج الأمر إلى فعل خارج السياق من أجل الدفع بوقت الفعل طبعا. خارج السياق أستاذ علي، كان متوقعا من ما يسمى بوحدة الساحات أو محور المقاومة الذي ينتظر رده حتى اليوم، سواء على اغتيال السيد هنية واختراق سيادة الأراضي الإيرانية، أو فيما رأيناه يوم أمس من خطاب لحسن نصر الله الذي بدا واضحا بأنه يقول بشكل واضح نتوقف حتى هذه النقطة ونقيم الأمور، وهذا هو الرد على اغتيال شكر. باعتقادك إلى أي مدى يشكل هذا النوع الرتم البطيء أو التراجع في الموقف وعدم انتظار ردود أخرى في الحقيقة ذات حجم أكبر كما كان متوقعا على مسار هذه المفاوضات؟ طبعا نحن ندرك أن محور المقاومة يعمل في بيئة معقدة وظروف صعبة، سواء كان بالنسبة لحزب الله في لبنان أو بالنسبة لي الجانب الإيراني. حاليا توجد ثلاثة حاملات طائرات أمريكية في المنطقة، وهذه الحاملات ليست لإيصال رسالة وإنما للاستعداد وللدعم، ورئيس الأركان الأمريكي موجود في المنطقة، وبالتالي يعني هناك فعلا يعني خطورة في أن يقوم المحور بشن حرب مفتوحة أو توسعة الحرب. ولكن طبعا هنا يعني المحور يعني اختار طريقة الاستنزاف والرد البطيء كما أسلفت، وحرب طويلة المدى التي تستهدف الجانب الإسرائيلي، ولكن في الحقيقة هناك خللا في إدارة المشهد. فالجانب الإسرائيلي يدرك من خلال تصريحات المحور بأن المحور لا يريد توسعة الحرب ولا يريد أن يخوض حربا شاملة، وأنه لديه محدودية في الرد.
بينما المحور لا يطرح ماذا في عقل نتنياهو. نتنياهو لا يصرح إن كان يريد حربا مفتوحة أو يريد ردا محدودا، وبالتالي هذا يعطي للجانب الإسرائيلي مرونة في التحرك وفي الضرب، لأنه يشعر بأن فعلا مهما فعل لن تنجر الأمر إلى حرب شاملة. أعتقد أن المحور عليك أن يراجع بعض المواقف هذه من ناحية. من ناحية أخرى ما يتعلق بالمدنيين، هناك حرب ضد المدنيين في غزة منذ السابع من أكتوبر أو الثامن من أكتوبر، بينما قيادات المحور تقول بأننا سنستهدف العسكريين فقط من الجانب الإسرائيلي. فإذا كنا نتحدث عن وحدة ساحات ووحدة موقف، فالمفترض أن المدنيين يواجهوا بالمدنيين. طبعا نحن نتفهم الظروف الصعبة التي يعمل فيها. نعم أستاذ علي، نعم وصلت الفكرة. فيما يتعلق باستمرار أداء المقاومة الفلسطينية بهذه القوة والصلابة التي نراها يوما بعد آخر في الفيديوهات التي تصدر، بالأمس جرى إطلاق صاروخ واحد وجرى توثيق ذلك، على عكس مثلا ما حصل مع حزب الله الذي لم نرى توثيقا يعني قذائفه الصاروخية، وبالتالي أضعف الرد إعلاميا وقيمته الاستراتيجية. على أي حال، استمرار هذه المقاومة بوتيرة متصاعدة ماذا يشكل بالنسبة لكم وسط الإبادة الجماعية الحاصلة الآن؟ يعني بالنسبة لرد الحزب وإطلاق الصاروخ أمس، هو الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي. يعني السيد حسن نصر الله قال بأننا استهدفنا قاعدة الاستخبارات الإسرائيلية، وعلى الجانب الإسرائيلي أن يظهر فيديوهات تثبت بأنه لم يتم استهدافها. بالنسبة للصاروخ الذي أطلقته المقاومة أمس من غزة، كان يعني عملا إبداعيا، إذ استغل انشغال أنظمة الدفاع الجوي بتوقع الخطر من الشمال وأطلقوا صاروخهم من الجنوب. المقاومة مستبسلة وتقاتل ببسالة في غزة رغم كل ما مر، والتدمير الذي حصل في غزة وهذه يعني الأنقاض المنتشرة في غزة شكلت أنفاقا فوق الأنفاق تستغلها المقاومة، بالإضافة إلى أن تواجد الجيش الإسرائيلي في محور نتساريم وفي محور فيلادلفيا يجعلهم عرضة للهجوم وأهداف يعني سهلة بالنسبة للمقاومة. وقد شهدنا عمليات قبل فترة حتى خلف خطوط العدو، وشهدنا أيضا تخريج لدفعات جديدة، دفعة 2024. المقاومة في غزة في كل يوم تبدع، وطبعا هي مستندة على صمود الشعب، واستمرار الأمر بهذه الوتيرة يمثل أيضا استنزافا للجيش الإسرائيلي. والأمور أيضا في الضفة، ويجب أن نلخصها حقها، لأن الضفة أيضا مشتعلة وفي كل يوم عمليات، شهدنا في طول كرم، في نابلس، في أكثر من مكان. حتى العملية الاستشهادية التي تمت قبل أيام رغم فشلها، لكنها توصل رسالة وتعلن عن تدشين مرحلة جديدة. وإن وصلنا إلى هذه المرحلة فبالتأكيد هذا سيمثل ضغطا شديدا على الداخل الإسرائيلي، وقد يكون هذا الأمر هو الدافع لوقف إطلاق النار. نعم، بالتزامن مع كل ذلك، وزير ما يسمى الأمن القومي الإسرائيلي له تصريحات خطيرة اليوم حول بناء كنيس على أنقاض الأقصى وممارسة الصلوات وفقا لما يتيحه القانون الإسرائيلي. وزير الداخلية الإسرائيلي ردا على هذه التصريحات قال بأن افتقار بن جفير إلى الذكاء قد يؤدي إلى إراقة الدماء، هذا على الصعيد الفلسطيني. لكن هل تتوقع أستاذ علي حراكا على الصعيد العربي والإسلامي ضد هذه التصريحات وهذا التدنيس اليومي للمسجد الأقصى المبارك؟ طبعا في ظل تصاعد اليمين الإسرائيلي والذي يمثل بن غفير وأيضا سموتريش، وفي ظل وجود يعني جيوش من المستوطنين يتم تمويل من الدولة، ومثل هذه التصريحات المتطرفة، هذا يجب أن يدق ناقوس الخطر أولا في الأردن صاحبة الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى، وأيضا في جميع العواصم العربية، لأن الأمر هنا يتعلق بتغيير واقع المدينة المقدسة، تغيير واقع القدس الذي هو مستمر في هذا الوضع منذ أيام الدولة العثمانية، لن يجرؤ أحد على تغييره. هذه الحكومة حكومة متطرفين، وطبعا علينا أن يعني أن أيضا أن نشير إلى أن المشروع الصهيوني أصلا هو متركز في الضفه، يعني ما من يرتبط في التوراه وفي يعني ارض الميعاد هي ايضا هي الضفه وليست الساحل الفلسطيني ولا غزه، وبالتالي معركه الضفه معركه مهمه ويجب
على الشعوب العربية وعلى العواصم العربية أن تدرك الخطر الذي تمثله مثل هؤلاء المتطرفين. ومن جانب آخر فمثل هذه التصريحات أيضا تعطي هدية لكل من يريد أن يتعامل مع القانون الدولي ومع القضاء الدولي، لأن هذه التصريحات وحدها كانت تمثل أيضا بالنسبة للدعوة التي قدمتها جنوب أفريقيا هدية، لأن يعني الاعتراف سيد الأدلة. عندما يأتي أمثال هؤلاء يعني يصرحوا بشكل واضح عن نيتهم في القتل ونيتهم في استهداف المسجد الأقصى وفي الاستيطان وفي الاستمرار في الاستيطان والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين، فهذا يعني يكشف لنا حقيقة هذا المشروع الصهيوني المجرم. ولكن يعني على الأمة العربية أن يكون لها رد أكثر تفاعلا بالتأكيد مع هذه التجربة. الكاتب السياسي الفلسطيني أستاذ علي البغدادي، شكرا جزيلا لك.